بها في بناء أسس الجزائر الجديدة على جهد المزيد من الجهد وكذا إدراكنا بثقة ولاية بلاد جلال لم يستلم المقر إلى يومنا هذا. بداية أعبر لكم عن سروري وترحيب يصغى من خلاله إلى المواطنين مدعى لدينا متين وحسن على جهد المزيد من الجهد. العلاقات والأمور بين المندوبين المحليين نظر آليات للتنسيق والتعاون بين جميع شركاء من إدارة والمنتخبين ومصالح وسيط الجمهورية والمجتمع المدني بغية تحقيق هذه الأهداف السامية. يريد أن يكون في خدمة المواطن. ما نزكي الولي على حساب المواطن وما نزكي المواطن على حساب الولي. الولي بمفهوم الشامل موظف بسيط من الموظفين بصراحة آخرين عنده شخصيته عنده أهمية نتاعه ولازم يحترم. أحترم مين؟ أحترمك. كي تحترمني نحترمك نتيجة تكون لصالح الموظف لأن أنت مسؤول على حل مشاكله ونحن كذلك مسؤولين نحن مسؤولون على حل مشاكلهم.